أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يوم الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في كل ليلة من كل يوم أن أنوي مرة أخرى؟ وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟ لا بد من النية للصوم الواجب قبل طلوع الفجر، فإذا لم تنوي لم يصح صومك فرضا، والنية قبل طلوع الفجر. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل كما في الحديث، هذا في الفريضة. ويجب أن تنوي لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولا تكفي نية واحدة لهما أو للأيام. نعم.